وبعدين يو إيه إن أن أروحهم بلي إن موي وربضني مشان مي الله والله هذلي إيه وحار ما مرك كوبات إن أن هم بليو يو إيه وبعدين بقى إن أن هل كان وهي بيو تلسكا يو سراكيشا او هوريا اسمها جود او كسوفا كري ارنتان قيمها بدن الشرف تله وحوين كبدلي دونتا حبدقن كي هوري يا علاقات كي كدحيي اذا مدى امنيغا غارهان هيئة سردون كينا بسوغدا يا شعب كسومالي بركا وكاغا مهد علينا اديغا ايو تيم كاغا با وكما هتنتهين تلية سيدة موقتا هي أدان هرمروين أيا كتشرة وانصو مرمرني يقايبها كالدوان وصو عركي وحايقا موقضا هرمروين ودين عكستا أيا إيقا موقضا كانينا وقيب كم ذا هو مركز عن صارك أود بقول هذا هي هي دين إنه إني قرن كان مانت إني ورديسو أو إلاليسو أود بقول هذا هي مل في عن إيشو قرتي قولها أي قرتي مال ول بقرتو واستبص صعدنا أود داس لصور السي هل كان سو قرتي أي كم تهاي أنت هذا واليوم هذي مدينة رنتي وسيلة بتشبارنتي وحاكره عن همبليانية وضشقين تونكسن هيئة يو بوليسكا يو قرصوركا يو لو إنفورسمنت تقدن رنتي أي سميين يسيدا يسلف الجلن يساعد وضشقين سن أدي أت بي تحسنا وموقتا وحتركيدي يوم ريزلتيدي ايادنا وا ولا تابتي مركا همبليه يو بغادين اياد مدنتين حفيز كان سيدا اي موقتا اللبا هدف ايا لغالي هاي انو فوليو بدو حاوية ان اي شعبكو اي اصو عوضان صو شاكتان هدي اللي وو قلدمو وددكو اديغي اي وحكا دعان إنه سو دعوذان سو شاكتان لسو حريران ويلهدان وحاسي قرنقو معها غلط كاسا دعي ساسو حجرة وارين عد مركا وحي داتكو كسو دعوانيان كتاك رفل أو ديت أو دعي أي داتكو مركا كسو دعوانيان قابس جرة أي كسو دعوانيان وحالغي يابا إنه داتكو لسو حريران هيادو ويلهدان سراكيشي نعم أسكرتي نمشي أسجوك تاي أدي لو ترى قالي تشيك بوينت قاس إني وح باران وح من باريا مركوا دعوة كي ما نستطتك أو هي أدى نما سويدا وح كان عاي أي دتكو كسو دعوان يان وقضب أو بضن تكو تكريف الأودد سان شيء متك كلنا و إن أي دتكي أي أمني وح قيب كي قاضنا يان أو يعني أمني درها ساجرته شكي غا ساجره وحاسان أركي وحاسان أركي لابضو با وحيكوه رقليا وحيكوه مانيسا إنه يجرتو breach of trust وما كالسونان اسكوحي ريا ضدك إيه ددوينة هدي أنا نكو كالسونين هدا نكو صو الشيغة إنا وحكا قبانيس وحكو نسو الشيغة هدي أنا كوكال صونين كوكال صونين تلاقي قف أمنجا هلاينا يا هدي أما عدو أشيكتو البال إلى ذا هبل بانوس الشيكي أما عدو ويلو صوفا صحا دينو كوي مالا دينو كوي مسو شيكي يعني مركا دم مسو شيكي حمسو شيكي مركا لبضو باو حيو باهانت هاي مركا حفيز كان ومهم هول آدوين أو آدو قيمة بضن أو
civilized arintii oo wax wanaagsan ah ayaa hadda meeshan ayaa ka dhacday oo hormara laakiin challenges kis wata challenge waxa weeye hadii uu iska noqdo mid magacaaban laakiin aan waxba qabanayno dadkiiba u soo dacwoonayn xafiiskaas wuxuu iska noqonayaa ideal waxba ma taraayo wuxuu qabanayaa malaha marka xafiiska waxa laga rabaa si kalsoonida loo helo si dadku ay ugu soo dacwoodaan si wixii xogaa kale loogu soo sheego loo soo mariyo xafiisku waa inuu kow waa in wixii loo soo sheegay ama dacwadii timid waa inuu ka jawaabaa si degdeg ah waana la sheegay jawaab degdeg inuu ka bixiyo oo aan beri lahayn saa dambe lahayn markaba inuu jawaabtaas isku dayo inuu ka bixiyo waa inuu isku dayaa midka kale waxa waaye waa inay caddahay sida loogu soo dacwanayo masalan haddii aan maanta o dhan 199 garaaco cidnaba iima jawaabin soo celiyo oon haddana garaaco cidna ka jawaabin oo cidna garaacan war meeshan waxba kama jiraan waa iska caadi way dhacdaa shirkadaha qaar waa kad aragteen oo masalan waxaa ku qoran procedure lagu sheegayo oo loolaahay hal garaac kadibna kaasii garaac kadibna kaasii garaac kadibna kaasaa kuu jawaabaya kaa garaac kadib marka sometimes hadduu wax kaa qaldamood garaacdood haddana kusii celisood sii raacdood sii raacdood cidaba ku jawaabi weydo ood waxbaba weydo waxaad soranaysaa war maxay dadku yani warkan ugu sheegaya saxba ma ahee marka waana 24 hours haddana waad garaacaysaayoo wixii aad ka doontay waxba kamaad helin marka waxaan rabnaa xafiiskan sumcaddiisa si ay u kobocdo si kalsoonida shacabka loo soo jiito labadaaba in layska ilaaliyo oo dadku ay markay soo la soo xiriiraan ay helaan iday horta markaba ay dee waxoodii usoo gudbiyaan number two jawaab inay helaan dadku oo wixii ay soo gudbiyeen ay jawaab ku helaan nabadgelyada oo dhan iyo securityguna wuxuu ku jiraa shacabka oo idinla shaqeeya intaasuba ku jiraa waxaan securityga o dhanba haddaan shacabka kula shaqeyn wax security leedaa jira male mashiinkaad rabta hayso dadka hayso waxaa rabta samee qof kasta haddaad rabto maad maanta o dhan ku dul haysid microscope weligaaba wad laakiin haddaan mar nagugu kalsoonayn dadku haddayna kula shaqeynayn nabadgelye ma sugi kartid way adag tahay marka waxaa ilaahay mahadiisa inaan aragnay si deg deg u aragnay hadda wada shaqeyntii yarayd dhowrkii bilood ayna soo dhaafay ee hay-addan booliiska gobolka iyo ciidamada militariga baramilitariga wada shaqeyntay wada shaqeeyeen waxaan filayaa dadka soomaaliyeed cid waliba way aragtay way dhegaystay say uga falceliyeen say ugu mahad celiyeen iyo sida ay u bogaadiyeen intaba way ka muuqata marka dadka markii wax saxa loola tago si sax ay uga jawaabayaan marka waxaan rabnaa in arintaasi ay lasii xoojiyo oo xafiiskanina uu qeyb weyn oo ka midna uu noqdo hay-adaha kalena oo amnigana waan ka rajaynaynaa ayaguna inay shacabka meel dhow oo ay kala xiriiraan inay iyaguna leeyihiin aad baan ugu sheegay shacabka soomaaliyeed siday fanaaniinta hadda inoo sheegayeen udhood way guureen oo meeshii ma degana meeshii ay deganaan jireen ma deganaa waa guureen waa socdeen meel fiican bay joogaan marka in laysla jaan qaado oo hay-adaha amniga iyo shacabka iyo guud ahaan dowladduba ay isla jaan qaadaan ayaa loo baahan yahay intaas markaan halkaas kaga baxo anigoo aada usoo koobi doona insha allah waxaan idinkula dardaarmayaa hay-addan waa hay-addii dee wadatay magaca sugidda ammaanka qaranka waa hay-ad aad iyo aad muhiim u ah dalkan laakiin taariikhda ay hay-addani leedahay ee hore ee dowladnimo waad ogtihiin oo sida hadda uu wasiirka amnigu sheegay dadka soomaaliyeed culays badan baa soo maray oo dhinaca amniga ku saabsan oo ka imaanayay magacyo kala duwan oo hay-ada amniga ka imaaday waxaan rabnaa
قفك هدي والدولة وشقي سدي سبع وإن ويهاي قف كنت برم شرعي تلابة وقاضة وإن يتهاي تلابة شرعي وإن يتهاي وحان شرعي هاي وإن سنقبة مركا هيادا وحاقولة إن هذا أي شرعي كل سنتهاي إن يتبرتهاي إن الحقوق لهذا هاي واجباتنا كل كيدا ساري marka cabsidii dadka Soomaaliyeed ay heeda ka qabeen iyo shakiday ka qab jireen waxa soo afjaray ansixintii iyo sameyntii iyo yeelashadii sharcigaas u yeeshay dalkan ayay soo afjartay sida darteed hay'adii waxay u soo dhawaatay oo soo dagtay in ay level 3 u soo dagto iyo level 2 oo soo soo dagto oo shacabkii u soo dagto markay dhahdo marka arka kalsoonidaas يجي سينما ده أي موجسوا ده هذا هل كاسن دقني لأن ده رب بنتجي بنا هاي إيش وشيء هو حقويس وان اسمك قرن أي دكتور مركا هاي دي هل كاسن مريسا وقول وين فنتي وان قرني أي عندي كرا واسكم ملن يستحقل يستفهم نح مرا هاي أدن الشعب كذا أي تاني هرنا وتح وحالين كربا شعب كينا الأول على لودان، هنا تحك الشان، هنا أمي قرنك إلى لسان. مرة فرمضان وحد قبضها وح، شقدي أتقبل الله هيدين، أما تسوق قبلتين شقدي أنقبل أتقبل الله هيدين، تو أنا هين أو هي أذكر على الغياب هنا إلى حال هاي. ظروف تكينس، وحرمنا وحي هذا كتم بينا تصي بضتان، دنيعي أصل كها oo ugu muhiimsana oo dalkaani u baahayn waliba markaynu hadda joogna caasimada magaalada Muqdisho tangiye iyo hub waaweyn iyo barono iyo wax waaweyn looma baahna waxa loo baahan yahay wixii sirdoon lahaan jiray ayaa loo baahan marka hubka تلي iyo ciidanka iyo tuutaha waxaan rajaynayaa dagaalka kore ee ku jirtaan ha u badato laakiin magaaladan waxaan rajaynaynaa inay u badato sidii kale u shaqeyn jirteen anigu sheegsheeg maayo barka amnigu sidaas ayuu inoogu sugmi doonaa hadii la yiraahdo meel fiican baynu maraynaa guul aad iyo aad weyn weeye waa horumar وانا ارين فنتي موفقه وانا سليه هي الهي ووف وفجي تلسكا وانا كو غوليسن دونتان الهي دنكيس سمعه وناغسن اي وناغ بان كلا كل متد شعب الصوماليين وحا لغما مارمان ان اي اسبدلان هي هذه هدي اسبدلان امنيو هدي سي لو شقين جيرون اسبدشاي سدا اي انو شيغايين تيمكي فنانينتو shaabku way inuu guuraa way inuu la socdaa wacyiga haddii meesha la taageeyay maanta waxa dalkeenu u socdaa heer wada shaqeyneed heer isfaham heer hal ajende leh heer aan isku meel u socono khilaaf lahayn soo kala horjeed lahayn meel la kala degdegay oo la kala fadhiistaan lahayn wada jir ah wada shaqeyna dawladnimo doon ah si dhab ah inaan jidka u qaadno ayaan rabnaa oon dawladnimo rasmi ah gaarno oo aan soconno haday noqoto dhinaca dhaqaalaha haday noqoto dhinaca amniga haday noqoto dhinaca arrimaha bulshada intaba waxaan u sii soconaa inaan gaarno yool dheer oo weyn oo aan lahayn waliba inaan muddo kooban ku gaarno ayaan rabnaa sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga waxa la rabaa inay aaminaan hay'adahooda amniga gabdhahooda wiilashooda habeen iyo maalin soo jeeday inay la shaqeeyaan oo aaminaan ayaa rabnaa waxaan rabnaa in ay ku kalsoonaadaan amnigooda in la sugay haddana la sugaayo wada shaqeyn baa laga rabaa wada shaqeynti mid ka mid ah oo wanaagsani waa mid hadda abaalmarinta lagu siinayo shaqsiga Soomaaliyeed muwaadinkaas sharafta leh aad iyo aad baan idinku wada hambalyeynayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay guul ayaan idin rajaynayaa iyo wadankeena oo hormara oo guuleysta insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin.